الكتاب كامل، لكن انا عايزه عيشيني مع الكتاب بقى. يعني مثلا نفكر ان احنا الدنيا اللي احنا عايشينها دي محتاجين فيها رياضه، زي ما بنعمل رياضه للجسد محتاجين رياضه للنفس، والرياضه دي زي ما حضرتك قلت في البدايه هي بمجاهده النفس، بان احنا نحاول نحسن شويه من اخلاقنا، لان بالنسبه لابن عربي مثلا الاخلاق سعاده، ان الانسان ما يبقاش عنده غضب، ما يبقاش عنده حسد، ما يبقاش عنده غرور، كل دي تؤدي بيه هو نفسه ان هو يكون مرتاح نفسيا. فهم بيدونا كده زي طرق ازاي نقدر نقضي على، مش هنقضي تماما لكن هنحاول ان احنا نحجم المشاعر دي، نحطها نروض بالظبط انفسنا، يعني بالزبط. نفسنا النفس ايوه حقيقي، ونحاول ان احنا نواجه نفسنا شويه، يعني بلاش ان احنا نضحك على نفسنا، كلنا بنضحك على نفسنا طول الوقت. فازاي نواجه نفسنا؟ ازاي كل يوم نحاول نلمع نفسنا كده وننظفها من اي شوائب؟ ازاي نقعد معاها وما نحاولش ان احنا نخدعها؟ ما نتبعش الاهواء، لان لو الهوى تمكن، بالنسبه للصوفي يعني في مقوله رائعه جدا بيقول لك نحت الجبل بالاظافر ايسر من نزع الهوى اذا تمكن، او من زوال الهوى اذا تمكن. فلو خلاص انا عايز اعمل حاجه ودخلت في دماغي ان انا اعملها، مش هفكر بعقلي. فالعقل عندهم مهم جدا، التفكير بالعقل، لازم العقل يكون ملك. لو كان الجسد ده كله ليه ملك فهو لازم يكون العقل. فهو يعني فكره ان احنا كل ما حسننا من نفسنا، كل ما عملنا الرياضه النفسيه دي، كل ما الحياه بتاعتنا هتبقى اسهل، وطمانينه ويقين وهدوء. طب بتعرضي الفكرة دي بقى في الكتاب ازاي؟ على لسان اكتر من عالم ولا يعني بالعرض ولا بالطول؟ هل هتاخدي عالم تشرح لنا عالج نفسه ازاي في بحثه عن السعادة، ولا بالعرض؟ ده سؤال واحد كل الناس بتقول عليه ايه. انا مبسوطه ان احنا بنتكلم فعلا على منهج الكتاب، لان ده كان خد مني وقت طويل ان انا فكرت ازاي اعمله يعني ان انا اكتب كل واحد فصل بالظبط. فعملت الاثنين الحقيقه. انا مشيت تاريخيا علشان بس نشوف تطور الفكر، وبعدين رحله كل واحد مختلفه عن الثاني. يعني ابو الحسن الشاذلي رحلته في الوصول الى الطمانينه والسعاده، اللحظات اللي خاف فيها، اللحظات اللي قلق فيها، يعني هو كانسان واحد من الناس وصل لدرجة عالية، بس وصل لها ازاي؟ هو بيشرح لنا كإنسان ساعات يخاف، ساعات يجيله قلق، ساعات يجيله لحظة يعني كده عدم صبر، فبيشرح لنا ازاي قدر يتغلب على اللحظات دي. فبنشوف التجربة فبنقدر نحن نستفاد بيها. لكن في الآخر في النص التاني من الكتاب في بقى زي موضوعات، يعني الأخلاق موضوع، الصبر على الابتلاء موضوع، أو الصبر على الفقد موضوع، ازاي نقدر ان احنا نفهم اللغة الصوفية موضوع. فنبتدي بقى في موضوعات معينة نقدر نركز عليها. لكن في البداية هي تجربة كل واحد منهم وإزاي تجربتهم مختلفة، لكن في النهاية كلها بتصب في نفس المكان. جميل. برضو عايزة أقف عند كلمة اللغة الصوفية.